العوده من جديد لحلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. اهلا بكل حضراتكم مره تانية. الحقيقه محبه وعشق النادي الاهلي بتتم ترجمته باكتر من شكل. يعني في ناس من محبي النادي الاهلي بيترجموا مشاعرهم ومحبتهم للنادي من خلال التشجيع، من خلال الهتافات، لكن المطربين من مشجعي ومحبي النادي الاهلي بطبيعه الحال بيعبروا عن عشقهم للنادي من خلال الفن الجميل، من خلال الاغاني الجميله. واحنا النهارده معانا نموذج على هذا الكلام. معانا النهارده موهبه غنائيه اهلاويه فاز في مسابقات كتير، الحقيقه منها مسابقه الاغنيه الوطنيه، والحقيقه عامل لنا كمان مجموعه جميله من الاغاني موجهه كلها بالكامل للنادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي. تعالوا نرحب بضيفنا العزيز المطرب الشاب شهاب كمال. يا صباح الفل عليك يا شهاب، واهلا بيك. بونجور يا شهاب، منور مكانك. انت من عشاق النادي الاهلي انا عارفه، واهلاوي كبير جدا. وقبل ما نخش بقى في التفاصيل ونسمع طبعا انت محضر لنا كذا حاجه، خليني بس اعرف اكتر انا وكريم طبعا والساده المتابعين عنك اكتر. يعني مين كريم؟ هل انت درست اصلا الموسيقى والغناء، ولا دي حاجه انت بتعملها كهوايه؟ هو الموضوع بدأ معايا كفطرة من وانا صغير في المدرسة 4 سنين، بس البيت كان حابب الموضوع بعد ما الثانوية تخلص. فأنا بعد الثانوي اتوجهت على طول في الكلية للأنشطة، للغرف بتاعة الأنشطة. بدأت أشارك في مسابقات الجامعة. انت بتدرس في جامعة ايه او بتدرس؟ كنت في جامعة طنطا كلية تجارة. إدارة الأعمال. واخد أول على مستوى الجامعة في الغنى. وكنت مشارك في مسابقة الصوت الذهبي، دي بتتعمل في الأوبرا، والحمد لله كنت من الفايزين في الموسم الأول. وبعد كده بقى في الجامعة عموما في زي مسابقات إبداع اللي بتعملها وزارة الشباب والرياضة، وفي مسابقات تانية على السوشيال ميديا على مستوى الوطن العربي مرتين، أول في المسابقات دي. وبعد كده وناوي تحترف الغناء ولا هتكمل فيه كهوايه؟ لا لا، انا بالفعل محترف الغناء في الغنى، انا عضو نقابي، وكنت في مسابقه الدوم الموسم الاول السنه اللي فاتت، وصلت تقريبا للنص النهائي. وبعدها كان مسابقه انا المصري مهرجان الاغنيه الوطنيه، وباغنيتي انا مصر تقدر. طب لما انت من 4 سنين بتغني وفضلت كاتم غناك جواك لغايه ما تخلص ثانويه عامه عشان ترضي الاسره، لما جيت تدخل الجامعه ما فكرتش ليه مثلا تدرس الموسيقى زي ما كانت ناويه؟ بصراحه يعني كنت حابب يبقى مجال دراستي بعيد عن الغنى، بس لو رجع بقى الوقت اكيد كنت الموضوع كان هيختلف. بص، اتس نيفر تو ليت، انت لسه صغير وعندك طبعا مشوار كبير. وحلو ان انت دلوقتي بتقول لنا عنك انك شاركت في مسابقات كتيره، ده حلو ان انت اللي هو ايه، انا عندي موهبه وعايز العالم يعرفها، عايز تفرض موهبتك على العالم، وده نجاح في حد ذاته على فكره، فبرافو. يعني احنا طبعا هنسمع، يعني هنسمع منك. خلينا نسمع حاجه في الاول عشان برضو ايه الناس تبقى عارفه احنا بنتكلم في انهي ليفل، وبعد كده نكمل بقى معاك في الاسئله، لان اكيد عايزين نتعرف عليك اكتر. نحب الاول ابارك للنادي الاهلي على البطوله ال11، وان شاء الله في بطولات دايما. فهنقول حاجه، اغنيه الاهلي القمه. هي كانت في احتفالات البطوله يعني. سلم بعدها سلم بطول الاهلي السما، وده اسمه فوق الكل وعلي، ودولاب بطولات عمال يتملي يتشرف اللي انتمى. الاهلي القمه، اسم على مسمى، اهلي وفي دمي بتشجيع وبتباهى. الاهلي القمه، اسم على مسمى، أهلي وفي دمي بتشجيع وبتباهى. هنزيد ونعلي، احسب لي وقول لي في السنة شوف كام بطولة حققناها. صحيح، الله ينور عليك، الله ينور عليك، جميل. طب إلى جانب الأغاني اللي أنت يعني بتغنيها للنادي الأهلي، في عشق وفي حب النادي الأهلي، انت عموما كانسان او كفنان بتميل اكتر لانهي نمط من الغنى؟ بتحب الاغاني الاقدم الكلاسيكيه، الاغاني الحديثه؟ رايك ايه في الاغاني اللي بيطلق عليها اغاني مهرجانات اللي ظهرت في الفتره الاخيره؟ والله انا بميل اكتر للاغاني القديمه. اي حد بيغني عموما بيميل للاغاني القديمه، لانها بتبقى الحانها اصعب، فيها تنوع عن الاغاني الجديده. الاغاني الجديده نمطها تقريبا نفس النمط، القديمه بتبقى مختلفه اكتر.
رايي في الاغاني الجديده، طب اني اغاني بالظبط المهرجانات ولا في مؤخرا في ماسوره انفجرت في وشنا كمجتمع مصري مسماه باغاني المهرجانات، والمفروض ان هي نازله تحت عبايه الغنى الشعبي، وهي ما خصهاش الحقيقه. مش اغاني ده اولا، ومش ملهاش علاقه بالغنى الشعبي خالص. ده لون وده لون. هو الموضوع بقى مفروض علينا وليه ناس بتسمعه، وكل شويه حد بيطلع فيه، فبداوا في الفتره الاخيره يطوروا شويه من الموضوع. بدا الموضوع بدل ما يبقى فيه مؤديين، كان بيبقى مؤديين او ناس ملهاش علاقه بالغنى بتغني، لا بدا فيه اصوات حلوه بتعمل النوع ده، شاهين، ناس كتير بتغني يعني. هو انا عندي سؤال، اي حد ممكن يغني المهرجانات؟ يعني اي طبقه صوت انت مثلا تقدر بالطبقه الكلاسيك، او انت بتحب الاغاني الكلاسيكيه، هل تقدر تغني حاجه مهرجانات؟ ده سؤال بس، مش لازم تسمعنا حاجه. اي حد عموما ممكن يغني مهرجانات. ممكن اي حد، بس على حسب ايه قابليه الواحد يعني انه هو اللي احنا شايفينه مؤخرا ياكد ان فعلا اي حد ممكن على قولك يعني. الترند عموما بدأ يخلي الناس كلها تتجه لحتت غريبة عشان الشهرة. طب انت يعني الحاجات دي مش ممكن تبقى فيها مثلا شيء من الإغراء بالنسبة لك كراجل مطرب وفنان، ويهمك في المقام الأول ان انت تتسمع ويبقى عندك قاعدة عريضة من المستمعين؟ ممكن زي ما كنت بتقول من شوية، في مطربين أصواتهم حلوة لجأوا هم كمان للنوع ده من الغنى استغلالا لنجاحه وانتشاره في المجتمع، انت شخصيا ما فكرتش في ده وتعمله بستايلك انت؟ اصل ممكن انا فكرت لو في حاجة ممكن تناسبني، بس مشكلتها ان هي نجاحها لحظي يعني. بنشوف ناس كتير بتطلع وفجأة بتختفي، بتطلع وفجأة بتختفي، فالموضوع مش ده اللي انت عايزه خالص بصراحة يعني. طيب فكرة مشاركتك في أنا المصري للأغنية الوطنية، كلمنا أكتر برضو عن التجربة دي. أنا سنة 2018 كانت أول حاجة عملتها، كانت أغنية لمحمد صلاح، كانت ترند وقتها. هي أول أغنية اتعملت لمحمد صلاح في مصر والوطن العربي، وكانت ترند، طلبوا مني إنها أعملها يعني، أكمل الأغنية، واتعملت بالفعل. بعدها فكرت ان ليه الموضوع ما يبقاش فيه دعم لفئه اكبر، فعملت مبادره اسمها مبادره مفيش مستحيل لدعم شباب مصر. دي شاركت بيها في الملتقى العربي الافريقي سنه 2019 في اسوان. كنت بمثل مصر. في عندنا ناس كتير محققين انجازات في كل المجالات مش متشافين يعني، بيلجأوا للتجنيس، لحاجات كتير، وطبعا الاسباب كلها معروفه اللي احنا بنشوفه دلوقتي على السوشيال ميديا، والنجاح السهل اللي احنا كنا بنتكلم فيه للناس اللي ما تستحقوش يعني. فكنت عامل اغاني للمبادره، اغنيه اسمها مفيش مستحيل، وكنت عامل وقتها اغنيه للمتحف المصري الكبير. انا من احلامي ان انا اشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير، فسنه 2018 كنت عامل اغنيه مصر تقدر. بعد كده قلت طب اشارك بيها لغايه ما يمكن فرصه، فشاركت في مسابقة أنا المصري، والحمد لله الأغنية فازت يعني. هي بتقام في تبع وزارة الثقافة، واللي بيرأسها دكتور خالد جلال. جميل. حلو جدا. إن أنت بقى بتميل أكتر للغنى القديم، يعني تسمعنا كده حاجة على قديم. عليا الاثنين. تسمعوا لمين طيب؟ اللي تحبه، اللي أنت شخصيا بتميل. والله أنا مش عارفة ليه حساك تسريحة شعرك عبد الحليم. فليكن عبد الحليم. طالما كده يبقى اكيد أو حافظ حاجه زي ما انت عايز، زي ما انت عايز. احنا ممكن بمناسبه العيد مثلا نقول حاجه نقول حاجه يا ليله العيد مثلا. ماشي حلو. يا ليله العيد انستينا، يا ليله العيد أنستينا، وجددت الأمل فينا، يا ليلة العيد هلالك هالليل علينا، فرحنا له وغنينا يا ليلة العيد، جمعت الأنس على الخيل
خضار الكاس على الندمة وغنى الطير على الأغصان يحيي الفجر ليلة العيد حبيبي مركبه تسري وروحي في النسيم تسري حبيبي مركبه تجري وروحي في النسيم تسري قولول يا جميل بدري حرام النوم في ليلة العيد. يا سيدي حلو قوي صوتك ما شاء الله يا شهاب. لا والأغنية دي أصلا من التراث بتاعنا يعني طبع. شوف بقى أنت طبع. كام سنة طبع. بتعدي طبع. بس في أغاني ما يعني طبع. ما تقدرش أن أنت تستغنى عنها في العيد بإعلان رسمي عن قدوم العيد الحقيقة. بالظبط بالظبط. جميل جميل حلو. أنت بتكتب كمان يا شهاب؟ بتكتب أغاني يعني مش بس بتغني؟ أغنية مصر تقدر غيرها يعني كلماته وألحان. طب حلو. وعايز أسألك برضو يعني بتلحن ولا هي بس غنى؟ فعلا ده أنت فنان شامل. لا بجد بتلحن كمان. حلو جدا. طب إيه بقى اللي أنت نفسك تعمله قدام يعني so far؟ أنت ماشي بخطوات كويسة by the way. أنت عندك كم سنة؟ 28 هتمني 28. أوكي على فكرة برضو سن كويس يعني. إيه اللي أنت رسمه لنفسك قدام؟ والله نفسي أبقى ليا يعني وجود وسط الموجودين دلوقتي في الساحة. عندي هدف أنا نفسي أبقى بقدم رسالة عموما زي ما كان الفن بيقدم رسالة وما زال يعني في جزء من الفن كبير بيقدم رسالة مش مجرد اللي هو يبقى شهرة وخلاص عشان ما يبقاش نجاح لحظي وفجأة يقع. في كتير دلوقتي زي ما مثلا كان في أم كلثوم وعبد الحليم وناس كتير بتقدم رسالة من خلال الفن. في دلوقتي في تامر حسني وأنا حابب أوجه له شكر كبير لأنه بيدعم الشباب وآخرهم أنا كنت موجود في حلقة واتفاجئت إن هو بنفسه رفع لي الفيديو بتاع عنده كنت بغني له وأنا بشكره جدا على دعمه الدائم للموضوع. طب على سبيل الامتنان مش تسمع تامر حسني لو بيتابعنا حاجة كده سواء ليه أو لغيره؟ ممكن نقول له في حاجة جديدة هو عاملها في الفيلم الجديد ترند اسمها هرمون السعادة ممكن نقول له جزء منها. بيقول أرجوك ده احنا استوينا أرجوك ده احنا تهارينا ويا عم الحظ مالك ما تحسش ويا بينا ويا هرمون السعادة اليوم ده ملوش إعادة لو هتشربنا قهوة أرجوك ما تكونش سادة أرجوك ما تكونش سادة ما تيلا بينا نعيش ويا لسه الليالي الحلوة جاية والحزن بحي من النهاردة عايزين دلع ما تيلا بينا نعيش ويا لسه السنين الحلوة جاية والحزن بحي من النهاردة عايزين دلع في كل ثانية. طبعا لا اشوفك في الحاجات اللايت حلو برضو يعني. وعلى فكرة اقول لك حاجة احلى يعني اللايت بتاعك حلو برضو انا حاسه كده انا حاسه. وانت عايز قدام تبقى ايه يعني؟ اقول لك على حاجه لما بنشوف المسابقات المختلفه للغنى دايما المتسابقين بيخشوا فعلا يغنوا لناس قديمه بس عشان انت تخش وتبقى دلوقتي بين اللي هو زي ما بيتقال الشباب وغيره اللي هم الناس الاكثر استماعا ما حدش هيسمع حاجات الكلاسيك قوي فانت لازم تخش من الاغاني واللون اللي هم بيحبوه. خلينا نبقى اونست هل ده انت هتعمله يعني؟ بالفعل انا يعني الواحد لازم في المرحله اللي انت فيها دي تخطط لنفسك يعني عامل بلان ولا انت من اي نوع؟ لا اكيد انا اصلا يعني بعمل اغاني ليا جديده وفي العادي انا حتى يعني في الميديا لما بيطلب مني في السوشيال ميديا عموما بغني اغاني جديده واغاني قديمه
بتفاجئ ان في شباب كتير بتطلب اغاني قديمه. اصل انت مع صغر سنك نسبيا بس واضح ان انت عندك يعني في رساله ما عايز توصلها، مش عايز تشارك في اي حاجه والسلام، عايز تبقى دايما اسمك موجود في الحاجات اللي فيها افاده او فيها يعني فاهم ازاي. فدي حاجه كويسه ان انت ما بتغرقش الحاجات اللي بتغري غيرك وبتخليهم ينساقوا ورا اللي سايد دلوقتي واللي موجود دلوقتي، فانت عندك فكر كده معين. بالظبط، هو انا ده اللي انا حابه بصراحه. وفي زي كتير يعني في شباب كتير موجودين زي وهم بيواجهوا نفس الصعوبه في انهم يوصلوا. ما بتحسوش باحباطات بقى انت والشباب اللي زيك لما بتلاقي ان الاوضاع مقلوبه؟ اكيد طبعا اكيد. انا قعدت فتره كبيره خاصه بعد مشاركتي في برنامج الدوم فتره تقريبا اكتئاب. سنه تقريبا ما فيش حاجه جديده بتتعمل، خطوات على المدى البعيد قوي. وطبعا انت شايف في حاجات كتير زي ما اتكلمنا في ترندات ملهاش علاقه بالفن بالفن. هو ده على كل الاصعده مش بس في الفن، على الاعلام وعلى الفن وعلى ناس بتطلع بيسموا نفسهم حاجات غريبه وفضايح البيت بقت تطلع على السوشيال ميديا بشكل بقى مرعب بصراحه، حاجات غريبه يعني. فبالعكس على فكره هو الواحد، انا عندي ده مبدئي، الواحد يتشهر بعد 10 سنين احسن ما تشهر في سنه، بس اتشهر في سنه ان انا الناس بتطلع شهرتني عشان مثلا بتشتمني او الناس بتطلع عشان بتنتقدني زي ما بيحصل مع بعض المذيعات او المذيعين حاليا. يعني اللي بتكلم فيه ان هو عشان ما يبقاش شهره لحظيه، وزي اللي بيطلع بسرعه او بينزل بسرعه، فلازم يبقى في قاعده وتنال احترام الناس. احترام الناس ده مهم. ما انا ممكن اطلع اقول اي كلام وابقى ترند، طب انا كده احترامي لنفسي والناس انها تحترمني ده انا اخدته؟ لا، فهي القصه كلها في كده. فما بلاش تقول ان الكلمه دي والله ضايقتني، بلاش تقول ان عندي اكتئاب، انت لازم تفرد نفسك. لا احنا بنحاول يعني هو غصب بس عن الواحد، بس بنحاول يعني. بس هي المهمه برضو مش سهله الحقيقه. لا مش سهله في الزمن اللي احنا فيه ده، مش سهل، لان كمان الأذواق والأهواء بتاعت عموم الناس اتغيرت للأسف الشديد في الفترة الأخيرة، بدليل إن مثلا في أغاني معينة أو مطربين معينين أي حد سوي هيقول لك إيه علاقة دول بالفن؟ الناس دول بقى هتلاقيهم موجودين حتى في أفراح أبناء المجتمع المخملي ومكسرين الدنيا، يعني فاهم عايز أقول لك. لا 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 مش قوي يا كريم. لا والله أنا والله في الفترة الأخيرة أنا بقيت أسمع حاجات ما أنزل الله بها من سلطان، وناس عجيبة، كائنات عجيبة جدا، المفروض إن هم فنانين ومنتشرين في الأفراح انتشار النار في الهشيم. بالظبط. طب انت في مثلا ما ممكن يبقى في بلان يقول لك انا بدور على منتج يكون بياخد المواهب الجديده يبتدي يتبنى الموهبه دي؟ هل في ناس صراحة يعني على كونتاكت بيهم؟ يعني انا لي اغنيه اسمها نتحب ونص، دي كنت انا كسبت في مسابقه خدت اول على مستوى الوطن العربي، كانت من خلال ابلكيشن، طبعا بوجه له كل الشكر للاستاذ حماده زويل. بصراحه يعني ما بخلش ان هو يساعد لما يلاقي حد كويس. عمل اغنيه متكلفه وصرف بصراحه، يعني في ناس كتير كتير قوي كده، بس المشكله دلوقتي ان الانتاج في مصر او في الوطن العربي عموما متراجع، واقع يعني. لان السوشيال ميديا وبرده نرجع للترند خلى هو هيدفع فلوس ومش هيلاقي ليها مقابل. طب ما تستفيد انت من الجزء الايجابي في السوشيال ميديا، انت دلوقتي كان الاول زمان في ازمنه سابقه كان عشان المطرب الجديد من دول عشان حد بس يعرفه ولا يعرف اسمه بيعمل يعني اللي ما يتعمل عشان يطلع ضيف مره في حلقه في برنامج او عشان حد يعمل معاه لقاء صحفي. بالظبط، بذلك هو اتسهل علينا دلوقتي الحكايه بقت بدوسه زرار وبفيديو صغير. ما فكرتش ليه تستغل الحكايه؟ لا بستغل ده فعلا، انا ليا الاكونتات بتاعتي على الفيسبوك والانستجرام والتيك توك والحمد لله في متابعين كتير، وفي ناس لسه بتفهم في المزيكا وفي الفن عموما وفي اي محتوى كويس، وزي ما في ده في ده. ممكن يستعينوا كمان بالاصوات الحلوه بعد كده في المسلسلات، في تترات المسلسلات. في بالفعل بياخدوا ناس من التيك توك بتشارك في المسلسلات، وبياخدوا ناس تمثل من التيك توك. في حاجات كتير، ما هو زي ما في حاجه بقى. انا ما عنديش تيك توك صراحه. لا ده لازم. مش عايزه مش عايزه اخش خالص في الحته دي. الفنانين كلها دلوقتي على تيك توك. كتير منهم كلهم كتير بما فيهم النجوم الكبار على فكره. كلهم بلا استثناء حتى كلهم. طيب شهاب بص عشان الوقت بيجري، عايزين بقى نسمع الاغنيه اللي انت كمان مألفها، هي للاهلي صح كده؟ انا كنت عاملها في وقت من الاوقات، كانت في بطوله يعني، فممكن اقول جزء منها اللي لسه ما اتعملتش وعشان ان شاء الله اعملها قريب. وقت التحدي
الأهلي واقف على البيبان، احنا الفرعنة وقت المعارك في الميدان، وقت التحدي الأهلي واقف على البيبان، احنا الفرعنة وقت المعارك في الميدان. مات يلا بينا ننزل ننافس وبحماس، والشوق مالينا حب الأهلي هو الأساس. ما تعلي صوتك واهتف وقول النصر فين، جمهورنا واحد على حب الأهلي متجمعين. تأليفك برضه كلماتي سوري تلحينك الاثنين كلماتي وألحاني هي كبيرة، بس أنا عشان كبيرة ما احرقهاش يعني. كبيرة وفيها إحساس حلو وفيها مساحة لاستعراض برضو طبقات الصوت والإمكانيات. الشكل بعد ما تتنفذ مختلف تماما، هي أغنية حماسية أصلا. هتعملها يعني كليب يعني؟ اه إن شاء الله. مين هيبقى هيساعدك في الإنتاج والحاجات زي كده؟ لسه بنشوف. بتشوف؟ اه أوكي. طبعا حلو ده من خلال إن شاء الله يعني. القناة عندنا لو حد حابب طبعا يساعد ممكن جدا يشارك معاك في البرودكشن يعني. أكيد أكيد. كريم كان تكتب الأغنية حلوة قوي على فكرة اللي هو غناها بجد. أنت مش كنت عايز تنتج حاجة؟ يا سلام يا سلام يا سلام. أنا كل أموالي رايحة في الاستثمار الغنائي. في الإنتاج. ليا الشرف والله. لا والله حاجة جميلة. والله يا شيخ. أغنية حلوة قوي وأنت بتقولها فعلا من قلبك. يا أخي المطربين اللي بيحبوا الأهلاوية بيغنوا من قلبهم قوي. مش في العادي بكتب، مش على طول، لان انا مش يعني انا هم بيطلبوا مني ان انا لحن. انا ليا اغاني هتنزل مش انا اللي هغنيها، الحاني لمطربين تانيين، بس مش في العادي بكتب يعني. بكتب لما اكون حاسس الموضوع قوي اكتبه وبلحنه على طول، بس مش في العادي لاني مش بحب اللي هو حاجه تاخدني من الغرب. وبتجهز لايه بقى الفتره الجايه غير الكليب اللي انت بصدد تصويره ان شاء الله؟ ان شاء الله في كذا حاجه قريب نازله يعني، بحاول برضو بقالي فتره كبيره بجهزها. كذا حاجه نازله بمعنى سينجلز ولا وثقافه الالبوم على بعضه خلاص؟ لا لا لا، انا بالنسبه لي الموضوع في الالبوم مرفوض تماما، لانه بيظلم اغاني يعني. ممكن انزل البوم 10 اغاني، 3 4 اغاني في اللي تتشاف او تتسمع بس. مع ان انا ممكن كل شهر مثلا انزل اغنيه من الالبوم، هبقى متواجد طول السنه والاغاني بتاعتي كلها تتسمع. طيب شاب الوقت خلص، بس احنا عايزين نختم معاك بحاجه خليها لمصر بقى. انا حابب اختم بجزء من اغنيه مصر تقدر. حلو يلا. واوجه رساله الاول لرئاسه الجمهوريه، وهفضل اطلبها. انا نفسي اشارك في المتحف المصري الكبير، لان الاغنيه دي انا بقالي 5 سنين كلمت كل الجهات المسؤوله حرفيا بيها. احنا كلنا نفسنا نشارك في الافتتاح والله. نفسي والله انا اتمنى. ان شاء الله ان شاء الله تعجب الناس ان شاء الله. اللي قادره بحبها تنسيني اي مكان، واللي مهما اروح واشوف ما الاقيش في غيرها امان، واللي نفسي اشوفها دايما فوق في اعلى مكان، هي بلدي وربنا ده ذاكرها في القران. مصر دايما بتلي كل الدنيا دي، جوا مصر تلقى حاجة مش عادية، وسط طيبة أهلها وقوة شبابها، ناس تغني لنيلها وبتعشق ترابها، عمر حد ما جالها مرة قفلت بيبانها، أي حد احتاجها على طول يبقى منها، طول حياتها تاريخها يشهد جدعانتها، دول ولادها وهي فعلا أم الدنيا. مصر تقدر، مصر أكبر، مصر للي يحبها طوق النجاة، مصر أقوى ألف مرة، مصر واقفة وصبرة لنهاية الحياة. الله نورتنا يا شاب وربنا يوفقك ان شاء الله. مبسوط ان انا كنت معاكم.
احنا اللي انبسطنا بوجودك معانا، وان شاء الله نشوفك مرات ومرات على خير ونتكلم في نجاحات ليك الفتره اللي جايه باذن الله. بنشكرك على وجودك معانا النهارده، وهنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع نكمل الكلام. اتفضل.